الحقيقة العلمية التجريبية تقول بأن الرمان مناسب كعلاج إذا استخدم مع التمر، وربما نعجب عندما نعلم بأن القرآن أشار إلى النخيل أي التمر والرمان كغذاء لأهل الجنة. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن الآية 68 و69. وهذا يدل على أن القرآن منزل ممن يعلم السر وأخفى، ففي زمن النبي الكريم لم يكن أحد في جزيرة العرب يعلم شيئا عن هذا المزيج التمر والرمان، مع العلم أن كل أنواع الفاكهة مفيدة كعلاج للأمراض وبخاصة القلب، والتمر والرمان بشكل خاص له مفعول قوي جدا في علاج مختلف الأمراض. ولذلك فإن المؤمن في الجنة لا يمرض ولا يتعب ولا يصيبه كلل أو ملل أو أقل مشكلة، وذلك لأن الجنة هي دار النعيم المقيم. وقد وردت الإشارة إلى هذه الأنواع من الفاكهة التمر والرمان.